حسسته أن الخميرة أو الخليط هذا ثقيل قليلا، لذلك أضفت بعض الماء. لا أعلم هل سوف تعمل أم لا، لكني نحاول، لا بأس من المحاولة. قوامها غريب. دعونا نرى غدا ماذا سيحصل له. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بارك فيها. اليوم السابع سوف أقوم بتغذية الخميرة الطبيعية كما فعلت في 6 أيام السابقة بنفس الكمية. هل ترون الفقاعات؟ هذا دليل على أن الخميرة نشطة وحية بالبكتيريا. حتى الآن قمت بتغذيتها بثلاث أنواع من الدقيق، دقيق أبيض لمرة واحدة، ثم أكملت بدقيق القمح، والآن أقوم بتغذيتها بدقيق الجودار. بعد تغذيتها بدقيق الجودر لاحظت أن الخميرة أصبحت أفضل وأكثر نشاطا، وبعد تغذيتها أضع خطا جديدا كل يوم لمتابعة ارتفاعاتها. بصراحة أنا في غاية السرور لنجاح الخميرة، قد كنت يائسة حقا ولكنها نجحت هذه المرة والحمد لله. للخميرة الطبيعية الكثير من الفوائد، يرجى البحث إن كنت فضوليا. الحديقة يرثى لها من شدة الحرارة، لم يتبقى إلا الشيء القليل منها. البابايا احترقت وانحنى عودها، والمانجو كذلك احترقت حرفيا وذبلت أوراقها كما في الخريف. ربما هنالك بعض الحياة في جذعها السفلي. شجرة التوت لا تزال حية، وتمنى أن تظل كذلك نهاية هذا الصيف القاسي. النعناع مزدهر ما شاء الله. أما شجرة الليمون الكبرى لا تزال حية، أما الصغرى فهي تحتضر. أما شجرة البرتقال لا تزال جيدة، فقط أوراقها العلوية هي المحترقة. أما الفلفل الأحمر فالطيور والحمام لم تقصر فيه، وتناولت الفطور والغداء بفضل كرمه الذي لم يعرض. واحد فقط من شتلات الباذنجان هو الذي نجا، أما الآخر قد مات بفضل الطيور.
منك النهار لتهدى حلما يا زماني.